أزمورتو عالي، نهر أزمور تيعاني بزاف، تيعاني من بزاف ديال المشاكل اللي ترتبات عليه، مشاكل الأسبال والنفايات اللي تتواجد على الضفتين، الضفة ديال سيدي علي بن حمدوش، حيث واحد المزبلة يتم حرق الأسبال فيها وتتأثر سلبيا على الساكنة ديال هاد المدينة، وعلى الساكنة وعلى المستفيدين من هاد المقادير المتواجدة على ضفاف نهر أم الربيع، مما تجعل أن العديد من الناس يحز في نفسها هذا الحال. تنطلبوا من الجهات المسؤولة محليا وإقليميا ووطنيا تحمل المسؤولية ديالها الكاملة هذا الوضع الكارثي اللي تتعيش هذه المدينة. لازلنا في تتبع المآل الذي عرفه نهر أم الربيع من هذه الروائح الكارهة التي تنبعث من النهر ومن الجوار من مزبلة سيدي علي بن حمدوش. وتتواجد معنا هنايا بالصدفة، لقينا أحد المسيرين للشأن المحلي بمدينة أزمور بصفته الكاتب العام السابق للمجلس البلدي وأحد غيورين على هذه المدينة. نطلب منه أن يعطينا بعض التوضيحات لكي نزيل الغبار عما يلف هذه المنطقة بالذات. فنحن نتواجد في تعاونية نزهة أم الربيع التي انبثقت بنور بعد أن كانت سراب في الماضي. تحياتي الأخ ياسين، بغيناك أن ربما راك سمعتينا الموضوع اللي هضرنا عليه، بغيناك أن توضح لنا ما يغيب عنا في هذا المجال. وشكرا. أولا يعني كنشكركم على هذا يعني هذا اللقاء اللي جا صدفة، وكما قلت يعني انت من خلال يعني طرح السؤال راك تقريبا لميتي بالموضوع. يعني هاد التاثيرات اللي ولات مثلا اللي كنشموها هاد الروائح الكريهه مثلا من نهر ام الربيع اللي ولات كتاثر مثلا سلبا على الجو البيئي داخل مدينه ازمور، وخاصه على هاد الناس اللي كاينين في كورنيش وعلى الساكنه ديال مدينه ازمور، هاد الديور اللي كاينين هنا حنا قراب من يعني من نهر ام الربيع. يعني كنولينا كنشموا واحد الروائح اللي هي سيئة بزاف من طبيعة الحال، وهذا الشيء يعني كيأثر بواحد الشكل اللي هو سلبي على الصورة ديال المدينة، يعني من خلال هذه الروائح الكريهة اللي كنشوفوا يعني النفور ديال السياح اللي ولاو كيجيو بأفواج هنا الكورنيش وكيرحلوا بأفواج، وهاد الصورة كيهزوها معاهم للمدن الأخرى. يعني هاد التماطل اللي كاين في هاد الملف ديال المحطة يعني هو تماطل غريب. يعني احنا تقريبا شفنا هاد المحطة كانوا لونساو ليها المارشي ديالها في 2013، يعني في 2013، وحنا من خلال التسيير ديالنا المجلس البلدي في 2016 قالوا لنا بان يعني المارشي راه تلونسا وراه يعني المحطة غتشوف النور، المحطة غادي تشوف القريب. ولينا دابا حنا دابا في 2022 وبقي الله الامور يلاه من خلال يعني الملاحظة، يعني الورش اللي هو معطل، وهذا الكلام ديال انه راه غادي تصوف في 2024 راه باين يعني 23 يعني المشاريع ديال الدولة حنا كنعرفوها باش كتمشي، يعني مشى تقريبا في 2027 ولا 2026. ولكن مع العلم سي ياسر بان الميزانية المخصصة لهذا المشروع انها ميزانية موجودة صح ومدروسة بدقة صح، ولكن التماطل يثير الرأي ديال الأزموريين وغير الأزموريين، لأن غدا لأن هذا ماشي غير خاص بأزمور صح، خاص بالجماعات المجاورة لمدينة أزمور. هي أنا بالنسبة لي أنا يعني كملاحظ يعني وكمسير سابق للشأن المحلي، ما كاينش هناك واحد التوازن فيما يخص السياسة البيئية. مثلا كنشوفوا مثلا طرحنا هذه المشكله ديال المطرح ديال الازبال اللي كاين سيدي علي، في حين الان دابا راه سير كيتصاوب دابا المطرح كنا طلقناه في المجلس السابق، المطرح اللي كان حدا ارض السوق اللي حدا القهوه ديال المعيفر، هذاك راه سير كيتصايب، ولكن علاش ما يكونش معاه هذا التوازي؟ احنا دابا سير كنصاوبوا هذه جماعه والاخرى جماعه، هذه جماعه ولكن هذا كنقولها للناس، يعني هذا من خلال العيوب ديال التقسيم الترابي. نحن ندفع ضريبه مجاوره يعني جماعة ذات طابع قروي، ما عندهاش الأولويات اللي عند الجماعات اللي عندها يعني تخيل معايا كون كانت حدانا مثلا جماعة اللي هي مدنية، واش كان بالفعل غادي تطرح هذا المشكل مثلا ديال نزيد هذا النهر أم الربيع؟
ما كانش غادي تطرح كيرجعوا المتتبعين الفقر، الفقر ديال الجماعه ماشي الفقر، هي مساله اولويات. الاولويه اللي عند السياسي في الباديه ماشي هي الاولويه اللي عند السياسي في المدينه. السياسه اللي كيطبقها واحد اللي هو جارك مثلا السيدي علي راه ماشي هو السياسه اللي غتكون عندك انت في المدينه، بحكم يعني المتطلبات ديال الناس ديال البادي. وبالتالي هذا كيرخي يعني بالاثر ديالو على طبيعه الاولويات يعني. وهذا كاين هذا يعني حنا كنتوجه واحد النداء يعني للداخليه ان هاد السيدي علي اللي قريب لينا علاش ما يكونش مثلا تابع مثلا جماعه ديال التازمور، خاصه هاد الشيء ديال المركز يعني في اطار التوسعه ديال المركز، وخاصه في هذا ديال 2022 هاد التوسع اللي غادي يكون في 2022. يعني النظر حنا كنعرفوا يعني المسائل ديال الداخليه عندها حسابات اخرى من غير التقسيم اللي هو ممكن انه يكون مثلا ترابي، عندها تقسيم ديال انتخابي وانت سياسي وغير سياسيه من طبيعه الحال. ولكن هذاك الشيء كيخلي مدينه التازمور هي كتدفع ندفع ثمن يعني جوره جوره ديال الناس اللي هما قراب لينا. ولكن هذا الامور الكلام يعني يطول في هذه الامور. وكما وعدت سابقا بان غادي تكون ضيف ديال حلقه من الحلقات ديالنا ان شاء الله فيما يخص التدبير المحلي ان شاء الله وكل ما يحيط بهذه ان شاء الله. تنعرفوا بان عندكم درايه بهذا المجال بحكم التمرس ديالكم سياسيا داخل المجلس، وهذا يدل على شيء فان ابناء ازمور لهم غيره لهذه المدينه، ونتمنوا ان هذه الغيره تستثمر في جميع المجالات وحنا في المطالب وما ضاع حق من وراء اطار ان شاء الله. وشوف حنا يعني حنا كنا يعني نتمين يعني ونهنيكم على هذا المولود الاعلامي الجديد، يعني كنتمنى لكم التوفيق. وانتم يعني ناس في المستوى اللي تكلم على مدينه ازمور وعندكم التزام ولاد بلاد يعني ولادكم غيره، وحنا كنتمنوا خير ان شاء الله لهذا الوطن. يعني الوطن في التجليات ديالو وفي السياسه ديالو، حنا كنتكلموا كما نتوما يعني من جانب غيره لا اقل ولا اكثر، وليس هناك لا مزايدات سياسيه ولا عتاب سياسي. وشكرا. نلح على متتبعينا في مجله اخبار الفجر المغربيه انهم يواكبوا هذه المجله باهتمام، وخصوصا اننا نمثل داخل هذا الاقليم هذا المنبر بشرف وبجدية وبمعقول يليق بساكنة هذا الإقليم ككل. ستجدون لقاءات فردية وجماعية ودراسات ميدانية وتحقيقات مع هذا المنبر الذي نتمنى أن يليق بمستقبل هذا البلد ومستقبل هذا البلد ومسيريه من القمة صاحب الجلالة إلى أصغر مواطن داخل هذا الوطن، وليس في المغاربة صغير بل كلهم كبار يجسدون مجد هذه الأمة. سير بها نحو الأمام. السلام عليكم.